السلام عليكم جميعا، صباح الخير او مساء الخير حسب كل واحد توقيته. الساعة الحين 44 دقيقة، تاريخ 24/9/2019. اليوم مثل ما ملاحظين معاي في كرسي ثاني، حلقة اليوم كانت المفروض بتكون عن برج الدلو تكملة السبايس جيلز، بس انا بصراحة لقيت شيء اهم. ويو تعال تعال، لقيت التقيت كلمت صديقتي العزيزة الفنانة رهف، وبعث لها لينك وحبت البلاك رو وصارت من المتابعين، وانا جدا مستمتع بهالشيء الطيب. وقلت لها ليش ما تطلعين معي بحلقة، بالذات ان احنا قبل كنا نتكلم وايد عن الطاقات وهالاشياء. ويو تعالني ويو، لازم اسبح اليوم زين. فسجلت معاها حلقة كانت جميلة جدا. الحلقة طبعا مو اليوم تسجلت، سجلت قبل تقريبا 10 إلى 20 أسبوع أسبوعين، لان انا اضطريت اسافر. اللي متابعني بالسوشيال ميديا عارف ان انا كنت بايطاليا ورجعت، فقلت على طول ان شاء الله بسجل لكم هالحلقة وبرجع اتكلم عن برج الجدي تكملة، وبتكون حلقة منوعة هالمرة. ادري انها ان شاء الله راح تعجب كثير من المتابعين حبايبي، واكيد ارحب بالمتابعين الجدد واللي انضموا لعصابة الروب الاسود. وطبعا ما راح يتغير شيء، هو فهد شو على الروب الاسود، نفس الدمج قاعد يصير، او الروب الاسود مع فهد، قررت انه يكون بهالاسم. ما راح اكون لابس الروب الاسود مع الضيوف احتراما لهم اكيد، ومو معناته ان انا ما احترمكم لما اكون لابس الروب الاسود، الا اني قاعد اكون بشكل مرتاح اكثر معاكم تمام بدون تكلف. مثل ما بلشت اول حلقة، وايد يسألوني عن برجي، روحوا شوفوا الحلقة الاولى، دخلوا باليوتيوب تشانل مالتي، روحوا الفيديوز نزلوا تحت لين تلاقون اول حلقة من الروب الاسود. اذكر بالادب العام طبعا، الحمد لله دائما اقولها، الكل بشكل عام مؤدب، بس هم اذكر نفسي واذكركم، هذه مساحة حرة للتعبير بكل جرأة وادب، ما يمنع الجرأة يكون فيها ادب، وعلي افكار بعد ان شاء الله اذا صارت الله يعيني انزين. بدون مقدمات خلوني تشوفون هالريبورتاج، ومن الريبورتاج على طول راح ننتقل على اللقاء ان شاء الله، واشوفكم في نهاية الحلقة. في حلقة اليوم من الروب الاسود سنتعرف اكثر على الفنانة رهف، وهي مغنية كويتية بدأت مسيرتها الفنية مع الفرقة الكويتية والتي تعتبر الاولى من نوعها في المنطقة، فرقة فيتارا. والمعروف عن هذه الفرقة أنها كانت تطرح الأغاني الكويتية والخليجية بطابع غربي أكثر من رائع. أنا شخصياً معجب كثيراً بهذه الفرقة. أطلقت مع الفرقة 4 ألبومات ناجحة، والأخير كان مع شركة روتانا قبل أن تنفصل الفرقة، وعادت بشكل منفصل كمغنية سولو للساحة الفنية في عام 2014 لتشق طريقها بشكل مختلف، ولها تعاونات عديدة مع فنانين من جيل الشباب وبلهجات مختلفة. لم تطرح أي ألبومات إلا أنها قامت بطرح أغاني منفصلة كسينجل. رهف مغنية وكاتبة وموزعة ورسامة، وتمتلك العديد من الهوايات، تعتمد على نفسها بالدرجة كبيرة جدا، وكيف لا وهي من برج الجدي. وحوارنا اليوم لن يكون فني فقط، إنما شخصي بالدرجة الأولى، لنتعرف أكثر على برج الجدي الأنثى من خلال الفنانة رهف. تمنياتي لكم بمتابعة ممتعة.
مثل ما شفنا بالتقرير وبداية الحلقة، اليوم راح يكون معاي الضيفة العزيزة على قلبي وايد. سبحان الله أتذكر وقتها كنت ياهل أشوف أغانيها، هم كفرقة بعد صوتها ما شاء الله بارز، الجروب كله كان يعني ممتاز بصراحة، كل الأغاني الألحان التوزيع شيء جديد غربي بطابع عربي وغير ممل، والكلمات تمشي مع اللحن. فأنا جدا سعيد إن The Black Robe اللي أول ما بديت فيه أتكلم فيه عن الناس اللي أنا أحبها كفنانين وعلماء ومخترعين ومجال البزنس، وصلت لمرحلة الحين مو بس إن أتكلم عنهم وأحط لقطات، أقابلهم. اليوم إن شاء الله راح أكون مع واحدة من أجمل الأشخاص اللي قابلتها بحياتي، مع الحين ما نلتقي كل يوم بحكم انشغالاتنا، صحيح، إلا إن اليوم الحمد لله سعيد اني اقابل الفنانه رهف، هي برج الجدي. خلونا نتعرف عليها اكثر بلسانها. مشكوره رهف وايد انك معي اليوم، ابيك تعرفين المشاهدين عن اليوم ما راح نتكلم وايد عن الامور الفنيه، راح نتكلم عن رهف نفسها. فتفضلي الملف التعريف الشخصي. خلينا اول شيء شكرا على استضافتي، على طول قلت لي تفضلي كان اقول اسمي رهف. اوكي انا اسمي رهف لكن اسمي الصجي منى. من مواليد 17 يناير 1978، العمر 41 عام، من مواليد برج الجدي، البرج الشمسي جدي، البرج الصاعد القوس، والبرج القمري الثور، ويعني العشرية الثالثة طبعا. ما شاء الله تلاحظتوا ان رهف عندها معلومات اكثر مني بوايد من ناحية الابراج. مثل ما انا اقول اتكلم، وانا سعيد ان لما اعطيتك اللينك شفتي الحلقه واثنيتي إيه عنها، قلت لها ثاني يوم ابي اقابلك، قالت يلا فوقه. اساسا عشان اقول لكم شغله، الحلو بعلاقتنا عشان نفهم الناس ان هي كفنانه غير لما انا اكون معاها كاخ وصديق. نعم. يعني انا لو شنو ما صار كصداقه هي تظل فنانه وما زلت اشغل اغانيها بين وقت ووقت، لكن كصديق الحوارات اللي تدور بيني وبين اليوم لانها ضيفه بقول الفنانه رهف خارج عن المألوف، فيها عن الطاقات، اكتشفت جانب مختلف تماما عن اللي هي مثلا تطلع فيه بالاعلام، وهذا اللي انا حبيت اركز عليه اليوم. واكيد راح نتكلم عن نقاط بسيطه اللي هي البزنس، شلون بلشت الامور هذه بعد الفاصل. رجعنا لكم الحين مع التعريف المهني. رهف ابيك تدشين تعطينا معلومات اكثر، شلون بلشتي، شنو دراستك، كملتي بالشهاده او لا، الاشياء اللي تخص التعليم والحرفيه اللي انت فيها. بالنسبه حق التعليم طبعا انا اول شيء كنت متخصصه في المرحله الثانويه، كانت ايامها مقررات، تخصصت تجاري علشان ابي اشوف بعدين شنو ممكن يكون مصيري في المستقبل. ولكن ايام الثانويه كنت وايد اقعد فيه، كان عندنا دراسه خاصه حق مواد ماده الموسيقى يعني، فهناك الله يذكرها بالخير المعلمه قالت لي منى انا انصحك تروحين معهد الموسيقى بما انك اغلب وقتك في الموسيقى وانت ممتازه وانا قاعد اشوف فيك مستقبل موسيقي. شنو كان التخصص؟ تشعيب يسمونه تشعيب تجاري. شنو كان يأهلك؟ يأهلني انا اشتغل اداره اعمال، شبه اداره اعمال. لكن بعد ذلك رحت اقنعت اهلي طبعا، بعد عناء اقنعتهم اني انا بطلع من الثانويه وادش ثانويه موسيقيه، لان بالمعهد الموسيقي في شيء اسمه معهد دراسات ومعهد عالي. اي سنه هالكلام؟ هالحكي هذا كان 93، كان عمري يعني 14 سنه تقريبا. كان واو عمري. يعني هذه مجازفه 13 14 كان، واحنا كنا وايد متحفظين. بالضبط. فبعد اقناع يعني بعد عناء اقنعت ابوي الله يرحمه وداني ودشيت المعهد. لازم أدعي. امين يا رب. والدي ووالدتي فقدنا بعض. امين. فبعدين عقبها طبعا دشيت المعهد، ما كملت في المعهد، السبب اني انا طول عمري بحياتي عمري ما عدت السنه، فتم فصلي في اخر عام فقط في رابع ثانوي. السبب اني ما كملت، اني انا حاشتني ظروف وما قدرت اداوم. هذا طلعتي لما كان موسيقى كموسيقى. أوكي. فما كملت، عقبها كلمت ابوي نفس الوقت
اني انا ابي اكمل دراستي عشان اشتغل، فدشيت معهد دورات خاصه واخذت تخصص سكرتاريه واعمال مكتبيه، وبناء عليه توظفت. طبعا المجال من الموسيقى الى السكرتاريه والكلاسيفاينج والامور هذه. يعني شفتي نفسك فيه او لا؟ لا اكيد انا في اثناء هذه الفتره انا هني اللي طلعت صرت مغنيه. طبعا لا تسألون على الظروف لان موضوع طويل وما ابي يعني اتشعب فيه. لا لا لا، لكن نكمل في الدرب المهنيه. إيه؟ انا مساعه او ما ادري يعني ان ذكرت اني انا عندي هوايات كثيره. فاحب الرسم واحب وايد اشياء، لكن تخصصت بالموسيقى. فمهنيا انا اشوف نفسي موسيقية، نفس الوقت تكنولوجيا، انا وايد انتو تكنولوجي وايد. ابى اقول شيء عن بوج الجدي. بوج الجدي من النوع، وهذا قلته بالحلقات، انه هم صعب التعامل معهم لسبب انه ما يقدرون يعبرون للاخر. يعني مثلا يحللون ويتكلمون ويهم صامت ويتخذون القرار بدون لا انه يقولون للشخص ان احنا هذه الخطوه اللي راح نسويها. يعني ممكن ينسحبون وبعدين يقولون انا ما اقدر اكمل معاك. هذه شغله. فشنو الحلو فيهم؟ ان هم يعبرون فنيا. هم من اكثر الناس اللي يجيدون بالكتابه، مع ان سبحان الله ما في خيال واسع بالتعبير اللفظي الا ان بالكتابه هم يعني عباقره. انا اشوف ايضا العقرب كذلك. شغله ثانيه، برج الجدي يتميز ايضا بالاصوات ما شاء الله الجميله، وهذا اللي اكيد راح تغني لنا مقطع اليوم. والشيء الثالث اللي هو الرسم ايضا، بس دائما هم يكونون بمجال الموسيقى والكتابه والاعمال، لان عندهم منطق عالي جدا. وعاطفيا هذه قصه ثانيه نتكلم فيها باخر بس الحلقه. بس فهد انا بضيف على كلامك على المتمه، المرأة الجدي، انا ما ادري طبعا رجل جدي شلون وضعه. المرأة الجدي ما عندها ندم. يعني انا شخصيا ما اتحسف حتى لو كان على حساب مستقبلي، لانها عقلانيه. اي انا مثلا هدمت مجال كان ممكن اتطور فيه، لكن انا مو متحسفه، ما عندي ندم، لانه مو غايتك المال. انه والله يعني طموحك ان تكونين مرتاحه، وما زلتي يمكن لحل شخصيتها، وما زلتي الحين قاعد تمشين بمرحله تكتشفين نفسك اكثر. ما تقدرين تقارنين لما كنتي 14 و20 اكيد، الحين يعني ما شاء الله صارت 50 لها طولة العمر. الله يسلمك العمر كله. بالعقل يعني لا انا ترى يعني وايد فليكس وجو ذا فلو. يعني واحده ثانيه ممكن تطقي. لا 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 ما طقت عادي. واذا صار عمري 50 ممكن احد من متابعينك يكون عمره 50. تدرون ان امس قاعد اشوف برنامج عن الاعمال. نعم. قاعد يسوون موقع للتواعد ديتنج. اي اللي بعد ال 50 فقط. نعم. وهذا بعدين بخصص حلقه ان شاء الله اتكلم فيه اكثر. ان شاء الله. انزين، شلون دخلتي على جيتار بشكل سريع؟ بشكل سريع، انا اساسا المشروع كان اني انا بروحي مغنيه بروحي. هذا اي سنه؟ لان هذا الكلام انت فجاه طلعته وضربته بالسوق. شوف فهد، 1998 مفروض في مطربه ما راح يطلع شكلها راح يدعمونها شباب، واحد منهم خالد شمو. اوكي. اي نعم، اللي هو اوجه له تحيه كلنا. اللي هو من احد اعضاء فرقه جيتاره، قال لي اوكي اذا انت اهلك عندك مشكله وانت عندك هوايه وصوت وتكتبين وتلحنين راح نسوي لك اغنيه ننتجها لك وما راح يطلع شكلك. بس هناك هو كان يغني كان شنو مجاله؟ لا هو كان المفروض يسوي فرقه شبابيه بس ما تمت الفكره. أوكي. لكن بعدها سبحان الله شفت اخوي الكبير فهد. شنو بوجه؟ جدي. هو 16 واحد. اليوم حلقه جدي 16 يناير. خالد 16 يناير. احنا نؤمن بالصدف ونعشق. هو 16 يناير انت 17. اي بينا يوم. واو. احنا الجدي يعني انا اكيد كثير من الناس ما له شغل بالبرج، بس في فئه من الناس يعشقون الصدف يتلذذون فيها لانها جايه كذي قدريه. تحبون الطاقات يا رهف، فتجذبونها وتستوعبون هالشيء. ترى انت مو بس ونعيشها. انا شلون يعني انا كل الناس اللي بحياتي احلمهم واسلم عن ابراجهم الاقيهم سبحان الله متشابهين. ثانك يو. اتس اوكي اتس اوكي. انزين فهذا جزء من تحليل للشخصيات. انزين فالفت سويت اغنيه. نعم. شلون طلعتي بس صوت ما طلع؟ لا هو الحين قبل الالبوم راح اختصر لك، بس الموضوع ما كان في فكره فرقه، الموضوع انه مطربه. بعدين تعرفت على اخوي فهد شمو اللي هو اخو خالد. بعدين كانت عندي زميله. اي وكانت عندي زميله الله يذكرها بالخير هي رينات. وجه لهم كلهم تحيه. اي والله. فسبحان الله سبحان الله، هو قدر جمع هالاشخاص علشان يسوون فرقه
لم تكن هناك أي فكرة لإنشاء فريق أصلاً. شنو برجها هي؟ رناد برج ولا العذراء. نتحفظ عليه. برج العذراء من مواليد. عملية بعد. نسيت أنا شنو تاريخ ميلادها بس هي برج العذراء. وأنا فضل أتحفظ عنه بما أن. Okay, بس هي شخصية عامة يعني عادي نتكلم. وأخو خالد. ما أذكر. ما اذكر فهد اي ناسيه والله ما ادري ايش احس السرطان على اي اتوقع يمكن السرطان اتوقع هواي ما ادري يمكن حاطينه بالويكيبيديا شيء كذا موجود احط لكم اياه على جانب الشاشه انزين فالحين شنو صار يعني انت اوكي دشينا على طول بقتاره ضربته شو اللي صار باختصار طبعا أنا بتحكي الحين عن المرأة الجديدة. إيه هذا اللي أنا بالضبط. إن هذا بعرف إن شنو أنت موقفك من الفرقة. إن شاء الله. لأن أنت تذكريني بموقف ميلسي اللي تكلمت مع سبايس جيرلز. نعم. لأن على فكرة هي اللي دائما تبي الفرقة ترجع. هذا شيء أنت ما تعرفونه. فخلوها هي بالنفس. فهد أنا في عام 2004 أو خلينا نقول 2003 فقط والدي الله يرحمه وقف بجانبي صديق لم تكن هناك أي علاقة حب كان صديق. فسبحان الله هو الوحيد اللي وقف في جانبي هو اللي واساني هو اللي حاول يطلعني من أجواء الحزن وكذي تولدت هناك مشاعر بيني وبينه حسيت أن هذا سندي هذا الإنسان اللي أنا أقدر أعتمد عليه لي قدام فعبر عن مشاعره بالحب ورغبته بالزواج نبدأ نعرف شنو برجه؟ برج العذراء أوكي مواليد 4/9 فطبعا هو ما زال صديق وأكل المحبة والتقدير وصار أخوي كان زوجي كان صديقي صار حبيبي شوف المرأة الجدي ترى عادي ترى عادي الجدي يكون حبيبها يصير أخوها فجأة الحين أنا والله العظيم أشوفه أخوي الحمد لله وصلت مرحلة بس اللي بوصله لك فهد ما قطع كلامك إلا بالخير أنا ضحيت في نجاح أوج نجاحاتي مع فرقة جيتارة في سبيل الحب والزواج يعني انت وقتها هذا لما تركتي قال لي اي قال لي انا بتزوجك وابيش تبتعدين عن الوسط الفني ونعيش حياتنا ونبتدي حياتنا طبيعيه هو مجاله شنو عملي هو مجاله بالفن بعد هو انا تعرفت عليه صديق كان من خلال شركه بس كبيره بس غريبه لان العذراء ترى داعم لا بس كان هو طبقي أكثر رجل الشرقي مع انه متفتح جدا لكن روح الرجوله الشرقيه انه يبي زوجته واسره وابناء وكذي فسبحان الله ضحيت في طبعا اكيد بجانب هذا الشيء اكيد كانت عندي ظروف الفرقه شنو كان رايهم بالموضوع الفرقه تمنوا لي كل الحب والنجاح ما قالوا يعني لا وحاولوا اكيد قالوا بس هذا بالنهايه قرارك لما تجي لي فهد انت معنا بالشركه وتقول لي يا جماعه انا بتزوج وبشوف حياتي الله يوفقك في اولويات في الحياه لكل شخص منا انزين وبعدين يعني الحين عرفنا ان بسبب ان انت ضحيتي بالفن علشان العلاقه الاسريه ممكن تعيدين هالموضوع الحين ابدا خلاص وانصح فيه عمرك صديق والزوج الداعم لك في مجالك لما يتعرف عليك انزين بس بوقتها ما تحسين ان هذا الشيء طبيعي انه والله انا اترك ما يعني يمكن وقتها فعلا انت كنت محتاجه تتركين الفن وان ان الحين ما أقول أثر على نجومية رهف ما زال عندك أصحابك وأحبابك والدليل إن هي ما يهمها الشهرة أكاونتها برايفت يعني هذا شيء غريب عادي ما مو هامني شيء يعني مستانسة أنا وما أخذ الموضوع هواية بس بعدين أنا طبعا انفصلت من الفرقة تواصلت مع شركة روتانا كان المفروض أني أطلع بروحي وافقوا لكن بعدين رجعت حساباتي أنا رفضت لا ما راجعت حساباتي وفضلت ان نرجع مع الفرقه لان كان في بس البوم واحد وخلاص نخلص العقد فرجعت حق الفرقه والحمد لله واستمريت اوكي راح نكمل حوارنا ان شاء الله بعد الفاصل انتوا لا تروحون مني ولا مني خليكم معي يمكن احط اعلان يمكن احط شيء يمكن احطنا تحت غشمر اشوفكم بعد الفاصل أنا بعد بريك لأن دخلنا قبل شوي فرجعنا لكم بالعافية يعافيك خلصنا رحلة جيتارة بشكل سريع رهف الحين شلون تبي تعود هل أثر على نفسيتك موضوع إن أنت بعزم جزوء نجوميتك بعدين تركتي من أجل الحياة الشخصية ما أبي أقول ندم لأن حتى لو أنت قلتي ندم أنا ما أشوف إنه ندم إن الواحد لأن أنت بوقتها محتاجة هالنوع من الراحة هذه متى قررت ترجعين وشلون صار الموضوع؟ فهد انا ودي اوصل رجعت بشكل مختلف ترى تماما طلعتي من ثوب جيتار
أنا ودي أوصل فكرة، الإنسان سبحان الله هو في رحلة، لابد من المعاناة في بداية العشرينات، يعني من الإنسان يبتدي مثلاً يعمل ويبتدي يشوف حياته، لازم هناك في بعض العوائق، في بعض المصاعب، في بعض الأبواب المغلقة والمشاكل. هذا جزء من الحياة. لازم لا تقول لي ما في إنسان بالعشرينات في بداية مواجهته للحياة ما يشوف مشاكل أو عوائق. فأنا مريت بعوائق كثيرة، دائماً أقول اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. على كل شيء، على الآن وعلى ما مضى وعلى القادم. الحمد. فالحمد دائم وأبدي. الحمد لله. اللي أنا شفته وايد ظروف صعبة، وتسع سنوات اضطريت أني أنا أعيش بروحي، أهلي موجودين لكن لظروف المعيشة إن السكن ما كان يسع، يعني أنا بيت أبوي انباع وأهلي سكنوا في شقة بس حقهم أهما لأن شروها، فما كان لي مكان، وأنا عندي أغراض كثيرة، حتى أغراضي بالمراهقة ليومك عندي موجودة. كل أشرطة الكاسيت من عمري 11 سنة ما زلت أحتفظ فيها، أشرطة الفيديو ما زلت أحتفظ. من كنت تسمعين له؟ من كان طبعا كنت أسمع حق فرقة الأخوة البحرينية. ايه من زمان وايد. ايه. والفرق الكويتية اللي من أيام الثمانينات، كنت أحب الفنان عبد الكريم الله يعطي طول العمر، عبد الكريم عبد القادر، محبة الفنانة نوال، نبيل شحيل، المعهفظ للغاب، عايشة تحبينها؟ أكيد يعني، بس ما كانت من جيلي، فأنا كنت جيل شبابي. من سيا تينا الله يرحمها. الله يرحمها. غني هالمقطع من سيا من سيا يا عونت الله. من سيا من سيا يا عونت الله من سيا أنا كلي ترى وغالي. محافظة الباجي. يلا أنا حافظها بس thank you anyway. You're welcome. فكنتي محتفظه بالكاسيتات والامور هذه؟ اي. فانا امي قالت لي شنو هالاغراض هذه؟ يعني ايش؟ اي امي نوعها عكسي تماما، اي شيء قديم. يمكن هي العذراء. هي عاده ما انت ايش دراك ان العذراء؟ هي امي العذراء، والد 3/9. اي هذا الله يرحمها ورحمته ان شاء الله. هي بعد توفت. هي توفت الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. شفت ان اي هافت بس سبحان الله يا عذراء. انا عندي ما نعرف اطباع الناس. فتخيلوا لقيت اني انا في مرحله توني منفصله، حق منو اروح؟ يعني المراه لما تنفصل وين تروح؟ بيت اهلها. لقيت نفسي انا مضطره اني انا اواجه الحقيقه المره، اني انا هذا المكان ما راح اقدر اعيش فيه. هذه الصدمه وانصعقت منها، ان احنا مشكله ان احنا بمجتمع محافظ صعب ان البنيه تعيش بروحها. ذا واز الشاك، بيج شاك صراحه. ما كان في بروحي، ما تقدرين تاجرين، الناس قالت المجتمع لك هذه ساكنه بروحها، وتوني منفصله وما كنت موظفه، وانا ما ابي اقول تفاصيل خاصه اكيد، لكن انا احنا عادي يعني. انا عادي عندي الفضايح. انا عادي برنامج من الفضايح. احنا برنامج نتكلم عن اشياء ما نلاقيها بالبرامج العاديه. انا اوبن فهد والله، ما عندي بالضبط. اي احنا ما شوف، انا دائما اقول بحلقاتي انا قاعد احاول افسر الشخصيات بناء على قدرتنا لفهم الاخر والتعايش معه، سواء ظلينا مع بعض ان نستمر ننجح العلاقه، وان انفصل في سلام. نعم تمام. اكيد تفضلي كملي. دام فضلك. فبس يعني اللي واجهته اللي بوصله باختصار إن صعب جداً. مرحله العشرينات كانت مرحله انتقاليه فظيعة، سوت شخصية رهف القديمة إلى شخصية جديدة مختلفة. تماماً كأن فتحت سحاب، طلعت كل الأشياء اللي مو زينة في شخصية رهف السابقة، طلعت شخصية أبي جديدة. أعقب على كلامك، ترى برج الجدي سبحان الله المرأة، أقسم بالله يعني هذا شيء، هذا على فكرة الجزء اللي أعرفه عن رهف، هذا أول مرة معاكم أنا يعني أسمعه، إن نساء برج الجدي يمرون بالظروف جدا غريبه وقاهره سبحان الله، ودائما هم في نوعين، نوع يتحدى المصاعب والنوع اللي بعيد الشر عنه يلجا للانتحار. نعم بعيد الشر عنك. فكرتي بهالموضوع؟ لا طبعا. الحمد لا لا الحمد. عندك ايمان داخلي ووازع دائما والله العظيم. كنت يعني كنت اقول يا رب شكرا لك على كل شيء اللي قاعد يصير هذا، واكيد يعني. اكيد الحمد لله الحمد لله. الصبر علمني ان الله سبحانه وتعالى بعد الصبر يكافئك مكافآت ما تتوقعها فوق اللي انت متوقعها. ديروا بالكم احيانا بعض الناس تلحد لعده اسباب، مو بالضروره يعني، في ناس اللي يلجؤون للانتحار يكون فاقد شيئين اساسيين، الحب والايمان. صحيح. والايمان إذا وجد الإيمان وفقد الحب، الحب لله سبحانه، فهذا الشيء أنا شخصياً مريت فيه، أنا كنت فاقد هالشيئين بمرحلة من حياتي. نعم. ف... نعم.
كنت أعاني من هالتخبطات. أكيد. لكن فأنا يعني شوفوا ما شاء الله رهف إنسانة ناجحة عملياً وشخصي يعني على المستوى الشخصي، وبنفس الوقت قاعد تحاول، مو إنما يعني كل إنسان عنده مصاعب، بس هذا اللي دائماً أقول لكم يا بالحلقة السابقة إن عن بوج الجدي، إن حاولوا تحاربون للأفضل وبشكل منطقي، لأن أنتوا ملوك المنطق بوج الجدي، تمام؟ نعم. شنو الشيء شنو اللي فهد أنا بضيف عليك، أنا كرست حياتي للمعرفة. هذا شيء جميل. أخذت الإنترنت كتنفيس إيجابي جدا لجميع مجالات في الحياة اللي أنا أتعلمها. دشيت في التاريخ، دشيت في الحضارات، دشيت في الأديان، دشيت في تاريخ الأديان. دشيت في جميع الأشياء. مو إنه ما عندي هدف. أكيد بعد قلبي. في فرق. لا والله كلامك على قولتهم تحرش عسل. والله العظيم عزيز وغالي يا فهد. فكرست حياتي أثناء هذه الفترة لغاية ما وصلت منتصف الثلاثينات، هني بديت أشوف الحياة بمنظور آخر. يعني لقيت نفسك بالبحث. أنا ليش هني؟ أنا 17 يناير 1978 الباث نمبر بعد الحسابات يطلع رقم 7. رقم 7 روحاني. رقم 7 أصلاً هدفه في الحياة هو مسيرة البحث عن الذات والبحث عن وايد أمور غامضة في الحياة، لأن رقم روحاني سبحان الله. فالإنسان يروح شوية صبر سبيرتشوال. فالحمد لله وعندي أنا حدسي وعندي إيماني الكبير وعندي أكيد مريت في تخبطات كثيرة، لكن اليوم أنا إنسان الحمد لله يا رب أشوف الحياة بسيطة جدا. أعتقد نظرتي لها، أعتقد أن الفترة اللي عشتيها بروحك أو يعني بشكل منفصل هي اللي يمكن صقلت شخصيتك، لأن هني الواحد يختار إذا يمشي بالطريق السليم أو إنه يختار طريق لا سمح الله خاطئ. أكيد أكيد. كل ما تكون بروحك راح تخاف على نفسك أكثر. كان عندي مفهوم إني أنا راح أكون حرة، ما حد صوبي ولا حد يقول لي لا إيه ولا لا. معناته راح أعيش بالطريقة اللي أبيها. بس لأن كنت بيتهلي كان كل شيء ممنوع. لقيت إني أنا رقيبة لذاتي وما أبي حتى حارس المكان اللي أنا عايشة فيه ما بيشوفني بنظرة مو زينة. كنت أقول حتى الحارس أبي يحترمني. وهذا ترى من المنبع طيبة. من البيت يعني الوالد الله يرحمه البذرة. الوالدة البذرة. شوفوا يا جماعة دائما أقول ابدوا من البيت. صح. الواحد يسوي اللي عليه عاد باكر أولاده يعني الله يحفظ الجميع كبار وهذا هم مسؤولين عن نفسهم، ما نقدر نغير أحد، لكن كله يبدأ من البيت. يعني كيف الحمد لله. انزين خلونا ناخذ فاصل سريع وبنرجع لانه راح تسوي لنا قراءه بالتاروت. راح اتكلم عن التاروت ان شاء الله. نشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم. اول شيء ابي اشكر ابديت رهف، ما مدعنا ننزل بسنابي ما شاء الله وبسنابها، مع ان انا ما يعني يمكن ما اعرف هذه من الفانز الجدد. انا اتذكر كان عندك وحده من الخوات. اي نعم قابلتها معك ما احنا عند حليمه بولين. اي نعم ونعرفها نعنوعه، وطبعا نعنوعه. اختي هي تحب القبها بحب. منو ابديت رهف هذه اللي اوجه لها تحيه خاصه؟ صديقه نونو. نونو صديقه نونو، بس مو من ما ابي اقول من وين. أوكي. وما هذا يعني تحفظا طبعا نوجه لها تحيه لرغبتها ومشكوره وايد على المنشن. وما حبيت انا ادش على طول لان احنا خذينا البريك قعدنا على طول ندش موبايلاتنا. نعم. تو جيت ريست. فما شاء الله انا احب اشكرها يعطيك العافيه. كاتبه اف كده بيتي بلوج بعد ما ادري شلون عرفت ما شاء الله. انا يمكن مو معروف عند فان رهف، معروف. نعم. عند ماي اون فانز اللي اوجه لهم تحيه هم بعد حبايب نصميم عصابه الروب الاسود ويعبوا كلهم بالجزائر والمغرب والعراق وكل الدول ما بي الله يعطيهم العافيه اكيد جميعا. الكويت هذيل الناس ترى يدعمونك يتابعون اخبارك فلهم محبه. ما تابعوني عشان الازياء، ما تابعوني مو إن لأن ما أحب الأزياء، بس تابعوني عشان الثقافة. هذا يبين لك المجتمع شلون وايد مثقف. الحمد لله الحمد لله. فما فوجهت هي للجميع ومشكورين على الدعم مقدما. رهف تقدرين تمشي خلصنا؟ لا تخيل بعدك المقدم. يلا بوكي. لا أوكي آخر شيء قبل أن ندش بالتاروت. تاروت تارو أو تاروت أنا انسوا أسماء انسوا. أنا طالع كامنتك ولا لا المهم. زين الحين شنو انت بلشت تدشين سينجلز؟
يعني هل اغانيك مرتبطه بشخصيتك او يعني الحين طلعتي من المود هذاك، دخلتي بالدي جي مور التكنو، سميتي اكونتك تران، بغيت اقول ترانسكشوال، ترانسفول هي الموسيقى المفضله عندي. انا رديت 2014 الرجعه الاساسيه، مع ان كنت انا راده من زمان واسوي برامج ويعني وكنا 2014 متى يعني جيتي ايفنت من الايفنتات ولبستك شيء وما شاء الله. 2015 الصوره اكيد حاط لكم اياها، من اجمل الناس اللي لبسوا من فهد بوتيك يا بعد شبدي والله، ومن ال 13 ارت كولكشن. اليوم على فكره مسجلين الحلقه ب 13/9 الجمعة 13 اللي تتكرر بس المرة اللي يمكن بعد 20 سنة. يعني يوم مميز جدا. Oh my gosh. يوم مميز جدا. قاعد يطلعون قاعد يطلعون، انا قاعد اشوف اشياء تبغى تشوفون. طبعا انا ترى انا ما اؤمن بهالاشياء، يعني الاشياء احنا نخلق بلس في شيء انا اؤمن فيه انت تكلمين. اي بس لا انا اتحكى بما ان احنا نسولف شوي عن برج الجدي. اي يعني برج الجدي واقعي وايد ومنطقي جدا، ومعاه دائما بالطاقات. يعني انزين وهف، خلينا ندخل على موضوع يعني باختصار رجعتك الفنيه، شنو النيو ايدنتيتي؟ ليش ما اكتسحت السوق بشكل، لان انا ادري الجدي وايد ثقيل من هالناحيه. اترك الجواب لك. اللي اقدر اقول ان انا رديت رده فعليا 2014 تقريبا من السنه، قاعد تنزل لي مثلا يعني عملين ثلاث اعمال متريثه كثيرا، اطلع لقاءات تلفزيونيه كثيره، لكن انا غير مثيره للجدل. انا انسانه مسالمه، الفن مالي لا خطه ولا جمهوره ولا الناس اللي تدعمني وتحبه، فليش مو مكتسحه؟ يعني ما عندي اجابه. هو ما في مني غلط، ما ابي اقول مكتسحه، لا انا ما عندي عدد إجابة. الاغاني بس خلينا نقول ليش ما في، يعني انت ذكرتي روتانا إيه ليش ما حاولتي ترجعين تشوفين شركه فنيه؟ يعني احنا بيمع ايجنسي ان شاء الله كان في وايد خطط. خلينا نقول هالنقطه، عندنا مشكله بيع التذاكر. اوكي. وعندنا مشكله ان نسوي يعني حفلات موسيقيه، والحمد لله احنا حفلاتنا دائما من ارقى الـ الاماكن اللي ممكن يتم فيها، يعني ما شاء الله حفلات الفضائل. نعم. ليالي الكويت او مش عارف شنو اسم اللي سموه. اي نعم. وليش تحسين عندنا، يعني ليش ما قاعد نشوف رهف والله في ايفنت قاعده تغني فيه وانت فنج يعني راقي مو انه. اوكي انا فهد يدقون علي للامانه، اكون معك صريحه، يتم الاتصال علي. للاسف في اشخاص يبون يا انك تطلع مجاني او تطلع تاخذ مبلغ بسيط جدا. اكثر من 2014 و2015 ل 2019 لما يتم اتصال علي نبيك ومنسوي انا اخذ المبلغ الفلاني، حتى ايفنتات حق شركات اتصالات حق شركات يعني واحده من شركات افخم التليفونات كانت بتسوي بالافنيوز، طلبت مبلغ معين حددته، انا عندي فريق بيشتغل معي، عندي هندسه صوت، انا بس بطلع الصوت. اوكي على فكره بوضح شغله، الفنان يقعد يتدرب لما يلحن، وعنده فرقه تبي تعزف له، وعنده مهندس صوت ومكسر ولويا وسماعات واضاءه. ليش يوصلون لعند فنانين ويسترخصون؟ يعني مالك بالطويله يا فهد، يعني للاسف عبالهم انه لا، لان انا ما قاعد اطلع فمعناته باخذ مبلغ بسيط. لا انا اغني بحفلات زفاف. انا توني ما صار لي اسبوعين انا مغنيه اخر مره بحفله زفاف احد العوائل. الله وجهت عليه فنان احلام، قابلتها كذا مره بس ما بيدش مشاكل. عموما يعني الحمد لله انا مسيرتي ماشيه ومرتاحه وقاعده، عندي نشاطات كثيره، لكن انا ما مو من النوع اللي لازم اطلع بالسوشيال ميديا، لازم انتشرت لي فيديوهات تثير الجدل، ما عندي هالامور. لا هذا تركي علينا، ما عندي هالاشياء. تيم يفضحك بالاماكن العامه تخيلك. فالحمد لله بحالي وما هذا شعرك ولا باروكه؟ لا طبعا ويك المخرج اسحب الباروكه. عادي عادي على فكره حتى بدون باروكه شعري فيري نايس. انا ادري شعرك يلن وما شاء الله، هي وجهها انا اتذكر تقصينه بوي. اي كله بوي. الحين لا هذه العنقوصه اللي هابين فيها الشباب والبنات تقريبا نفس شعرك. اي واسوي عنقوصه كذي واي لايك ماي هير. بس انه يعني از رهف اي لايك ذس. على فكره ما تتخيلون هالبنت ايش كثر ستايلست، يمكن ما عندنا وايد صور مع بعض بس افري تايم احب اغير وايد. اي وما شاء الله هي الحين مرحله ما شاء الله انقاص الوزن. اي نعم. اي فهذا ما كان مأثر على نفسيتك والله انا زايد وزني هذا ما يعني اذا اذا يعني اذا نزلت ورديت صعدت يضيق خلقي. اكيد بس اذا في مرحله نزول بالوزن اكيد استانس، كل البنات كذي. الحياه العاطفيه الحين شلون بهالمرحله؟ الحياه العاطفيه لا
في أحد بالطريق؟ لا للأمانة أنا حاليا مو متزوجة وسنجل. عادي أنا طبعا إيزي جوينج يعني أتكلم وايد يعني فري على قولتهم. كان في تجربة حب لكن انتهت. شنو برجه؟ برجه كان الميزان فانتهت والسبب اختياري كان خاطئ. هو يصغرني بالعمر فوق ال 14 سنة تقريبا. ليش خاطئ؟ معنى أنا ما عندي مشكلة في الأعمار. ليش خاطئ؟ ليش ما أعطيتي فرصة؟ ليش؟ ولحظة شنو السبب؟ أنا تحولت معاه بالموضوع. أنا قلت شنو لك شنو السبب اللي خلاك شنو؟ قلت لك ما لا أوكي صح ما أبي أتكلم وايد بالتفاصيل بس أنا بقول عن المرأة الجدي. أسكتي. لازم أقول عن المرأة الجدي. لازم أتكلم بلسان المرأة الجدي. المرأة الجدي احيانا تخاف مثلا هي الان في علاقه حب فهي تخاف من مستقبل هذه العلاقه عادي عندها تقتل كل هذا الحب في سبيل ان تنقذ نفسها وتطلع من العلاقه حتى لو كانت سعيده. وهذا اللي انا قلت لك تحكم بالاعدام. شنو قلت لك؟ انا اعدمت العلاقه مع انها كانت ناجحه بكل المقاييس والشريك كان عنده استعداد لجميع الامور ان هي هذه العلاقه تشوف على قولتهم النور الى الابد. لكل المتابعين النساء سوري قاطعتك بطلوا الشك لمجرد انه والله الشريك شكله جميل مهذب. يا جماعه مو كل الناس يخونون مو كل الناس غير سويين. لا تبنون تجارب خاطئه مو بالضبط. عيشوا اللحظه. هو مو عن شكل حتى لو كان شكله عادي بس ممكن جسمه يكون خوفنا احنا مو مساله شكل انسى الشكل بس حتى ليش لو كان الشك شنو انه هو يتركك قبل مثلا لا هو الشك هذا الهروب. انا كان عندي الاحساس اني انا ما ابي انكسر. يعني المرأة الجدي تخاف من انها ان هي تنكسر مع انها ما انكسرت بحياتها. إيه؟ انا عمري ما انكسرت من علاقة لكن انا اخاف. واذا انكسرتي وين المشكلة رهف؟ هذه المشكلة. لا لازم تعطين نفسك هذا الشيء. خلونا نتناقش فيه بشكل شخصي ما نبي على العلن لان فعلا احنا غايتنا مو التشهير احنا غايتنا الفضح فقط. على العموم يعني شنو سالفة التاروت؟ اوكي انا طبعا اول شيء احب اقول شغله واحده اعطينا نبذه قبل لا نقرا فيه. ما راح نقرا فيه. ما نبي نشوف مصير هذا المخرج مالنا. اول شيء انا فهد خلني اعطيك مقدمه بسيطه. هذه الاوراق تعتبر ممنوع تداولها في دوله الكويت. أوكي. ويعتبر ممنوع في دولة الكويت. ممنوع اصلا بيعها. مو ممنوع انك تقتنيها يعني انها موجوده عندك مو ممنوع تشتريها وتجيبها الكويت عادي لكن ممنوع القراءه للناس. انا اساسا لا اؤمن فيها حتى بطلع كذا. لانها تعتبر تقريبا شعوذه. شوف بالضبط هذا يقول انا بعدين حتى لو عندي قدرات في علم الغيب سبحان الله لا استخدمها في هالامور. لان تجيني ناس بالبرايفت شوف لي كذا يعني في ناس تدري ان في ناس عندها القدره انها تشوف سبحان الله. فاحنا نتكلم اول شيء قانونيا ممنوع الاخذ فيها مو ليس اقتنائها. اقتنائها عادي يشتري ان شاء الله. احنا قاعد نتكلم فيها طبعا نتكلم فيها كتسليه الحين. لا انا بعد مو بس تسليه. انا بقول لك شغله عن اوراق التارو. اوراق التارو تعتبر استشاره. استشاره هناك الكثير. هل هي تخاطب مع العالم الاخر؟ لا 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 لا, 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 لا يعني انا من تجربتي انه يصير يجيني حدس باذني ان اقول كذا تطلع الورقه الفلانيه اشوفها بطريقه كذا. لا انا ما اقدر اتعرف شوف يا فهد حاليا لو تدخل على اليوتيوب اكتب توقعات لبرج الجدي مثلا خلينا نقول توقعات برج الجدي لشهر سبتمبر يطلع مثلا في اشخاص يقرون بالتارو تمام. فتقرا تقول لك والله انا بتكلم عن المجال العاطفي والمجال المهني والمجال العملي. فأوراق التارو بالنسبة لي أنا أعتبرها استشارة. أعتبرها أحيانا هناك أمور أنا ودي قاعد أفكر فيها وعندي يعني إحساسي لكن أبي شيء كذي يعطيني إشارة إن هذا الإحساس صحيح ولا لا. بس إذا ليش ما تستعينين بالاستخارة الإلهية الصلاة ركعتين؟ أكيد طبعا هذه الأمور يعني مأخوذ خلاص إحنا متفقين عليها. لكن كأوراق التارو أنا أحبها. وين الجوبرو خلنا ناخذ يعني أنا بقول لكم شنو بتخيل إن هذه اليوم فرايدي 13 هذه شجرة معناتها الأسرة معناتها وايد ترمز لوايد أشياء. خلاص ضاعت طاح المكتب طاح الاستديو. زين دير بالك مبين
هذه شنو اللي هي؟ هذه طبعا انا طبعا قراءتي تختلف يعني نظرتي للكروت هذه ان في نقله نوعيه في حياتك. هناك نقلة نوعية في حياتك، هناك تغييرات كبيرة في حياتك. هذه تعني كذي؟ اي نعم. طبعا كذب المنجمون ولو صدقوا. اكيد اكيد صدق الله العظيم، لكن يعني احنا ناخذها من باب فقط استشارة. هذه شنو؟ هذه طبعا ان انا مثلا تتسأل عن عمل اقول لك لازم تتقنه، لازم تتأكد من الاشخاص اللي معاك والى اخره. وهذا شنو؟ حصاد؟ هذا هناك ادخار، هم ممكن حصاد اشياء، بين. اخفاء بعض الاشياء. وهذه العنز اللي شايله يعني. احتياجات مع بعض الاشخاص تحتاجهم، هذه انت كل شيء موجود بس مو عاجبك شيء. مو عاجبك شيء، هذا الانر هابينس اللي داخل. خذلان، خيبة أمل. خيبة أمل. خصوبة. امرأة حامل، امرأة ما شاء الله كذي، هذه بداية حياة من أول جديد. ممتاز، نبدأ بداية حياة. نعم. اوكي ترى فيها تسليه جميله تسلية. جدا تسلية. جميله جدا، لكن لا تؤخذ بعين الاعتبار في القرارات المصيريه. اي لا طبعا انا ارجع اقول لكم دائما يكون المنطقي يلعب دور. لا انا بصراحه من مكاني من المنبر هذا لا تستعينوا بالاشياء، في ناس تاخذها بالتسليه بس لا تتعدون مرحله التسليه. الايمان لأن في الايمان بالله والقدر وهذا، لان وايد من الناس قاعد تنزل تشوف لي حظك اليوم وحظك غدا. نعم. انت تصنع حظك، ما في شيء اسمه حظك اليوم وحظك غدا، هذه أقدار مكتوبة. الدعاء أنا أؤمن أنه يغير الأقدار، وباب السماء مفتوح. لا وثقة بالله، ثقة بالله. بالله هي مفتاح راحة البال والزبالة. لا على العموم أبي أختم حوارنا اليوم معاك يا رهف بعد هالفاصل السريع إن ونجا إن شاء الله عشان تغني لنا مقطع صغير من أجدد أغنية عندها. اذا ما نخلق تغني بنحطها، شو نسوي بعد؟ ما اقدر اجبرها تقول لي حناجي ولا شيء، من عندي عسل هني بس ما راح اقول من منو عشان ما اسوي دعايه. اللي يبي يعلن عندكم شلون الطريقه. على شو على شو؟ اوكي الحين طبعا ابي اختم مع الفنانه وهف، شنو حابه تقولين في ختام حلقتنا اليوم؟ شكرا. ونصيحه لبرج الجديد. اول شيء طبعا شكرا على يعني وجودي معاك ببرنامجك. الله يوفقك يا فهد، اخو عزيز وغالي، واتمنى لك كل التوفيق يا رب في برنامجك وان شاء الله في كل مجالاتك. نصيحتي للمراه الجدي، ابقي على عقلانيتك لأن العقل دائما يفوز على القلب، لكن فكري في المستقبل، وكلام لك يا جارة حق نفسي، فكري بالمستقبل، ما نبي نعيش وحيدين دائما، احنا مرتاحين بوحدتنا، لكن بعدين مع العمر نحتاج شريك حياة ايدنا بيده نختير معاه، على قوة اخواننا اللبنانيين، بدي ختير معه، بدي اعيز معاه، ابي انسان امسك ايدي بيده وباكر نروح نلعب بالقاري مع بعض، نروح نتمشى، نسافر، نقعد بالقارب، نصيد سمك مع بعض. فيعني اتمنى ان شاء الله يكون رايلي زين. فهذه صراحه نصيحتي حق مره ثانيه. ستين عشان تلحق قاري معه. ستي يونغ فور ايفر. احنا ما نتغير، احنا ويهنا محنط. ترى المراه الجدي ما تكبر. شوفوا كل مشاهير الجدي ويها حطبه كنا تمثال، صير عمرها 50-60 هذه. طول العمر. الحمد لله. والله خلي البوتوكس وعمليات تجميل. لا لا الحمد لله طبيعيين، للحين ما قزينا. صجعات والله العظيم ما جست ولا شيء ما شاء الله للحين، حتى تبين الخطوط الطبيعيه ما شاء الله قاعد اجاملها. المهم لا لحظه، مع اني مو قوس بس الحين السهم. لا عاد تدري كان عندنا فقره نباطه بفهد شو والله العظيم، بس ما سويناها لان خلص الحين ما في سبيس. والله عاد حلوه وتحياتي لكل الشركات. ايش ولا استديو صغير عادي ما يحتاج نطلع نباطه بالكوب. الحمد لله ان هذه مو لايف، لان الحين قص يا ماما حتى لو قطك.
فتني بالكم تمونين يا رهف يا بعد شمتي ابي تغني لنا من اخر اغنيه اللي ما ضربت معاك لا تغشمر انا الحين ما سمعت شوف تخيل صديقتي وانا فان وما سمعت الاغنيه فخليني اسمعها مع جمهوري فهد شو ذا بلاك روب مع فهد شنو راح شنو اسمها اول شيء من كلماتها اول شيء اسمها بيها مجال باللهجه العراقيه طبعا تحيه كبيره للجمهور العراقي الكبير اللي هم داعمني وايد وما انسى فضله طبعا حتى انا حبايبي حبايبي من اهل العراق ومن من كل مكان في الكره الارضيه اسمها بها مجال انا دوتو مع اخوي الفنان الجميل عمار مجبل للمره الثالثه الحمد لله حالفنا النجاح في تجربتين وهذه تجربتنا الثالثه كلمات نسيت الشعر خلي سامحني انا كلماتي والالحان عمار وطبعا الحمد لله الحمد لله لا اذكر اسم الشاعر مو مشكله صدى حلو لازم اذكر اسم الشاعر صديق وعزيز وغالي بس نسيت ما يخالف خلي سامحني بيها مجال شايف نسيت اسمك الظاهر انا الانفلونس مالي لان انا ما احفظ اسماء ما علي ما علي معليش نطول على قولتهم طاقتك حيدر نجم صديق العزيز الشاعر من العراق حيدر نجم الحان عمار مجبل وتوزيع إليان دبس وإنتاج ميكس ماستر طيف مجبل وإنتاج فويس كلاب كاسليك بيروت خلونا نسمع مقطع منها طبعا هي شوية فيها غنج يعني دلع شوية يلا عاد انتي بقناتي مو بقناة حتى سوي اللي تبينه بس لا تبسي يما فدوة لله فديت هذا الجمال أقل لك كلمة واحدة نرتبط بيها مجال قلبي لما شافك استعجل بدقته يبيك شر رجولش هالأناقة قلبي مستقتل عليك بغداد وكويت ودبي لبنان السعودية لفيت كل هاي الدول مثلك ولك وشوية بغداد وكويت ودبي يعني هي تحية لكل الدول يعني هذا طبعا الطبقة شوية نازلة لا عادي مو مرة الناس تدي وانتي ودي يعني ما كان ما في اي صدر اعداد يعني طالعين والله نتكلم في البساطة يعني ما عليه مع المفروض اني قاعد ادرب عندي الحلقة ان شاء الله اسبوع الجاي تسجيل بس لعين ما ادرب ان شاء الله انا ادي ان الحلقة الحلقة اللي ان شاء الله هي بتكون فيها اسبوع بتنزل وانا للحين ما نزلت الحلقة نصاري جدا بطيء باذن الله رهف مشكوره وايد بوجودك اليوم معي باللقاء الخاص بالروب الاسود مع فهد نعم. وانا ان شاء الله الحين ابي اختم نرجع لفهد بالروب الاسود ونكمل هناك ثانك يو يلا اوكي حبايبي اتمنى ان عجبتكم الحلقه انا بصراحه استمتعت بشكل مو طبيعي بالحوار مع الفنانه واختي العزيزه رهف كان حوار شيق عن برج الجدي هي مثال حي وجميل جدا عن النوع اللي هو من العشرية الآخرة من برج الجدي اللي هم ممكن يمرون بحالات الضغط النفسي فنانين تخبط عاطفي في أمور يمكن ما تكلمنا عنها بشكل مفصل احتراما لخصوصيتها إلا أن بصراحة تكلمنا بشكل كبير عن هالموضوع الحلقة تسجلت قبل أسبوعين مثل ما ذكرت بداية الحلقة تقريبا أعتقد يمكن أحط التاريخ أثناء ظهور اللقاء بجانب أن سويت لها تعديلات وأنا بالطيارة وجزء منها بإيطاليا لأن صرت أطول عليكم بالحلقات لأن أنت قاعد تشوفون المجهود اللي أنا قاعد أسويه حبيت أن أطور فهد شو مع الروب الأسود وأن يكون الروب الأسود مع فهد أيضا أبي أوجه شكر لأخوي وصديقي يعقوب اللي هو أيضا يعمل في مجال الإعلام واللي أخرج لنا الحلقة وساعدني بالأمور التقنية أوجه له تحية وهو أيضا حاليا أو يعني أتمنى له كل التوفيق قاعد ينزل أو يخرج بعض البرامج في تلفزيون الكويت القنوات الثالثة والثانية أتمنى له كل التوفيق أكيد راح يمكن يظهر إذا مو بهالحلقة ما مداني بالحلقات القادمة بيكون هو نزل شيء إذا أتمنى ينزل شيء على اليوتيوب راح أنشر قناته أو برامجه عشان أنتوا أيضا تدعمونه ومثل ما قلت لكم أتمنى مشاركة الحلقة مع الناس المهتمة لايك ديسلايك شاركوا تعليقاتكم الموضوع عطوني الفيدباك عطوني لأن هذه تعتبر مو يعني حلقة شبه تجريبية لأن للحين نقلة نوعية بين ذا الروب الأسود وفهد
مثل ما لاحظتوا. وما ابي اطول عليكم اكثر، اتمنى لكم حياه سعيده، ان شاء الله اشوفكم باقرب وقت مره ثانيه، يعني يمكن الحين اصير انزل حلقه او حلقتين كل شهر، ما ادري حسب التساهيل. والى ان القاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه من الروب الاسود مع فهد، اترككم في امان الله وتصبحون على خير، او اتمنى لكم يوم سعيد، الى اللقاء. انا الشو الوحيد في العالم اللي الضيفه تحط له الميك اب. لا مو بالفشل، عنده فشل. ثانك يو الينا فور ذا ميك اب. ثانك يو الينا فور هافينج مستر فهد.